بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام على جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الزول في الاول الناس اللي تاريين تاريين كاع شي ديس مورت او غربه. بونجور سالي تو لي جزائريين الجزائريين كي جون الجيري يا لي تخش لا شرقيه لا غربيه. ثقافه جزائريه اولا يا خوتي. اليوم يعني نهضر على الاخر ليستوار كونتمبور الجيريان. يعني الجزائري يعني بعض الناس يقول لك قبل فرنسا انا ما نقولش بعد قبل فرنسا لان اللي كانوا يحكموا يقولوا جزائريين هو من 62 الى يومنا هذا. نطلعوا يعني كيف صارت يعني في هذا الاستعمار. كان احد الفلاسفه الجزائريين فلاسف يعني لو برومي باشولي في الجزائر لو برومي باشولي اللي خرج يعني ام 1937 هو سي محمد بن رحال فيلسوف جزائري وكان يدافع واش يدير وكانت في هذا الاستعمار. يعني الاستعمار تكون ضده تروح تموت ولا ينفي ولا النوفيل كاليدوني ولا الألكاتراز ولا هذه هي. يعني كان عنده نظرة الجزائر الغد جزائر تاع اليوم جزائر تاع اليوم. علاش هو قال اول كفاح تاعو قال لك الجزائر الثقافة الجزائرية ومن بعد كان يدافع لي دروا سيفيك. كيسه يدير لي دروا سيفيك يعني حق المواطنه يعني جدودنا كانوا الاخر واليوم نحاول نقال حق المواطنه ما كاش. والحق المواطنه من بينهم التاريخ التاريخ يعني في 1962 الى يومنا هذا. يعني لو كان نشوفوا المراحل في 1962 كان انقلاب عسكري على السيفيل بينا يعني الجي بيران حواه جلال العسكر تاع لي فرونتيير اللي كانوا مخبيين ما كانوا ياكلوا في الاخر والشعب كان يصد بصدرو يعني وبانوا مع ليستوار اللي يثبت ذلك. ما نشفع هذاك الوقت ما عشناش هذاك الوقت لكن ليستوار لي زيكريفا جزائريين اللي عاشوا هذيك المرحله. انا ما نتبعش شخصيا عود بالله ما نتبعش بنجامين سطوره ولا واحد فرنسي ولا يمد لي التاريخ تاعي لا تبع جزائري اللي عاش في هذاك الوقت. يعني مارغري لا فالسيفيكاسيون مارغري يهدر كذا باسكو حنا عندنا في الجزائر كيما يقولوا حب الزعامه وحب الشخصيه الى اخره هذه هي. لكن في 62 في 65 خرج حسين عيد حمد اول حزب سياسي الله اعلم ثاني حزب سياسي ابري الحزب تاع البيرس. البيرس هو لو بارتي ريفولوشنير سوسياليست هو تاع محمد بوضياف الله يرحمه. ومن بعد جا حسين عيد حمد اللي طلع الجبل الى اخره ضد حكم العسكر يعني حكم استولاء العسكر وحكم لي كومبين اللي كانوا في هذاك الوقت يعني حكم الجهويه الى اخره. ومن بعد وكانوا دي مساك قتلوا ناس ما تنساوش يا خوتي هادو باسكو لازم نقراو عليهم. علاه اليوم في المسايد تاعنا نقراو على فيكتور ليغو ونقراو على الاخر انا ما نقراش على التاريخ تاعي الجديد التاريخ الجديد يعني من 62 ليومين هذا. ثاني في 74 عذبوا اعتقلوا ناس هما لي سانديكاليست تاع واسمو تاع لوزين تاع سوناكوم اللي جاي في رويبا يعني خرجوا العمال الاخر ويبورتون الاخر الجهه واحده اخرى تاع الحكم اللي كان الزعيم يعيطوا له الوطني وما الوطني هو بومدين هدايا يعني اللي قال اللي عذب ناس ما ننساوش عذب ناس رحل ناس كما العالم الجزائري مالك بن نبي اللي مات منسي كما مفدي زكريا الله يرحمه. يعني باش يا خوتي باش ما نقولوش الوطنيه يشوفها هو برك بنظره تاعو هو ما معناتها الوطن هي كاع حب الزعامه وحب النخبه وحب الشخصيه هذا ما كان. ومن بعد جات في 1988 يعني صارت مجازر 88 ل 5 اكتوبر ومن بين هاد المجازر يعني نمد الليفر هذا هو الليفر هذايا تاع لونيس اغون جزائري او لك الكريم مونسوج تاع الاخر ها يعني نمد لكم ان باساج هايدايا باساج اللي يهدر على هذيك الفتره يعني ولا باسي سون
135 اللي يقول شكون اللي قالها؟ هو يجيب واش قال في هذاك الوقت المينيستر ولا اللي قال بلي au cours du mois d'octobre 88, deux polémiques secouent l'opinion algérienne. L'une est lancée par le ministre de la Justice, Mohamed Chérif Kharoubi, qui estime, contre toute évidence, à seulement 3743 personnes le nombre de personnes arrêtées. L'autre porte sur le nombre de morts. 159 officiellement, plus de 600 selon les hôpitaux et 1027 selon les associations. يعني عدبو الاشخاص اللي كانوا في هذاك الوقت يعني قبل الحركات السياسيه هذوما الاتجاهات السياسيه الى اخره يعني عدبو جزائريين واليوم يقولون رانا ديمقراطيين سبحان الله. وثانيين لليفر للليفر هذا ونصح خاوتي يعني هذا قادرين يشريوها بكم بري سيمبوليك هذايا باش للتاريخ نقريو ولادنا التاريخ الجزائر تاريخ الجزائر واللي يكتب يعني لي زيكريفان دي زانجيري ماشي اجانب ولا هاوليك لو سيت تاعهم هو هذا الليل تحقيق عن تعديل في الجزائر منتدى الباحثين شمال افريقيا مشروع يعني مشروع شهادات وتوثيق تاريخي من بينهم هايدا جبت هايدا برك يعني تريز انتيريسون ونشكر الخوه اللي داروا هذا الليف يعني للتاريخ يعني اللي باش تاوعو كاين 1072 باش ومكتوب وكاين منشورات معهد الهوكار باللغه الفرنسيه والانجليزيه والعربيه كاينين يعني اللي يحب اللي عايشين في الانجليز ولا قادرين مانيش ندير لهم بيبليسيتي لكن نديروا بيبليسيتي للحقيقه ومن بينهم هذا الليفر هذايا يعني دوكيمونتي ماشي قال يهدر فلان ولا فلتان يعني بالاسماوات من بينهم جبت هذا الاخر الشخص هذايا يعني لاباج 83 المصدر الكتاب الابيض عن القمع في الجزائر لو ليفر بلون دو لا تورتور اون الجيري لاباج 172 هو السيد هذا واسمه عبد القادر سالم المولود بتاريخ 22 فبراير 1956 بالجزائر دائره 9 يعني شكروا 9 براقي ولا الله اعلم يعني اللي يسكن في حديقة بن عماد القبة الجزائر يعني واش قال الدواه جاوه والاخر داوه ومن بعد في الدار سلموا له الدار والاخر ومن بعد لقاو مرتو وقال لك ما نساهاش هذه ما نساهاش هو واش كتب يعني ماشي هو يعني لو روسي قال لك عندما جاها يعني كيشف خايفه والاخر وخاصه عندما جرها احدهم من الشعر يعني بوليسي جبدها من الشعر ولقى بها على الارض يعني رماها في الارض وكان يعني يقولوا بالعاميه يطيح والاخر يعني بصفته شكون هذا الانسان هذا واش يكون. ثانيا وعنده جوج دراري واحد عنده عامين وواحد 4 سنين واش دار ضربوا ولادو واش داروا له اسكو لو بير نقولوا الى اكوزي اي ولادو ما عندهم اي صله معاه كيف نضرب وليدو وكون جات ديمقراطي. واليوم هاد الناس هادوما عم يهضروا على الجزائر يعني اختي ليست داو وخدا هما شغل ما داروا والو يعني سي بور سا نقول يا خاوتي لازم نقراو التاريخ تاعنا الحقيقي الالجيري كونتومبوران من 62 يومين هذا الجزائر لازم هادو ما نساوهمش الحقيقه نبحثوها يعني سوا المختطفين سوا ضحايا الارهاب يعني كيف واحد وحده مات لها راجلها والاخرى مات لها راجلها شكون السبه في هذا الدومان شكون السبه هذا اللي نحوسوا حنا شكون السبه يعني توت بيرسون اي سون يعني كيما يقولوا دي فيكتيم. وثالثا مد هذا الليفر هذا يعني تاع مالك بن نبي لو ليفر هاوليك
Naissance d'une société, le réseau des relations sociales. هذا الليفر يا خاوتي لو كان الجزائريين تاع الغد يعني المفكرين الجزائريين ولا السياسيين اللي عايشين في الخارج ولا نيمبورت كي يعني يتبعوا هدايا هذا يعني لا نيسونس دون سوسيتي كيف نديروا مشروع مجتمع يا خاوتي الجزائر ونقولها لكم ونزيد نعاود الجزائر تكون خير واحسن من اوروبا الشاب الجزائري ابري يبقى في بلاده ما يهجرش العالم الجزائري المفكر الجزائري يبقى في بلاده احنا لا داروا باش يحطموا الجزائر داروا شكون خرجوا هادو ماتش شكون دوك ولاو سياسيين يهضروا في السياسة يهضروا في الاخر وحنا على بالنا كيف تمشي السياسة في الجزائر لازم المشعل للشباب الجزائري هو اللي يمشي للامام لكن غادي نولي ليها لكن ابناء المسؤولين الجزائريين ما عندهم اي علاقة مع الشعب الجزائري جبريسيس نعاودها ابناء المسؤولين ما عندهم اي صلة مع الشعب الجزائري لان التاريخ يثبت يكون باباه زعيم هو حب يولي زعيم يعني شخصية وراني نشوفوهم يعني ونشكر بالذات نشكر هذا يعني شخصي ما عندي اي حسيفة مع انسان ولا هو محمد تمالت لو يدير مجهود شخصي يحط لي فوتو تاع ولاد المسؤولين في السي تاعو في السياق العربي ونشكره بالبزاف يعني اوموا كما قلت يا خاوتي اوموا واحد ويدير او يناضل مهما يكون توجه سياسي تاعو اوموا ويناضل اوموا ويقول سي سا لو دروا سيفيك هذه هي هذا هو مشروع يعني المشروع المجتمع ومشروع بحث عن الحقيقة ونقول لكم يا خاوتي السلام عليكم على بروشين إن شاء الله.